استهدي بالله بس يا ماما. خلاص انا حلفت. في ايه يا سيادة؟ ما انت على طول بتحلفي وتخلفي، فيها ايه يعني لما حلفانك ينزل المرة دي كمان؟ تبتي يا حبيبتي، تبتي خلاص، والمرة دي بقى همشي حلفاني وامشي. يعني حبكت التوبة المرة دي؟ الامر بيجري يا حبيبي، يا دوب الحق اتوب. طب اجلي التوبة بس كده يعني لمدة يومين لحد ما نلاقي حد يقعد مع عمر. يومين؟ انت عايزني اقعد مع عمر بتاعك ده يومين كمان؟ ابدا ابدا. ماله عمرينه ده؟ قلب امه قلب امه، ده ملك ملك يا ماما سيادة. يهدي جميله جميله ماما سيادة. انا دلوقتي بقيت ماما سيادة، ده طهقني في عشتي، ده اساسا كرهني فيكو كلكو. يعني يرضيكي يا ماما، يرضيكي ان عمر حفيدك، حفيدك ما يلاقيش حد يقعد بيه ويرعيه. يهدي جميله، وفين امه؟ ما تقعد يا اخويا بيه وتراعيه. نقى امه، نقى امه عندها حاجات كتيره قوي تعملها. لا انا مش فاضيه مش فاضيه، ما تعذريش يا سياده. بصوا انا لقيت الحل. قول يا علي قول. بص يا ستي، انت تقعدي بيه لغايه ما انجي ترجع من الشغل، وبعد كده انجي هتاخده منك على طول. فكره حلوه قوي قوي يا علي. ايه رايك؟ فكره حلوه قوي. يا سلام، بقالها شهر شهر كل ما ترجع من الشغل تقولي هاخده وما بتاخدوش مني. ما يصحش ما يصحش خالص. ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ اسالها كل ما بتيجي من الشغل بتقولي ايه؟ بتقولي لها ايه؟ بقول لها مساء الخير يا سياده حبيبتي، وحشتيني. وبعدين باخد منها عمر ابوسه بوسه، وبعدين اقول لها معلش يا سياده خدي عمر، هدخل اخد شاور بسرعه عشان جايه تعبانه من الشغل عشان افوق. وبعدين بطلع من الشاور اخد منها عمر ابوسه بوسه ثانيه، وبعدين اقول لها معلش يا سياده خدي عمر علشان انا جسمي فك كده بعد الشاور. وبعدين بعد كده بقول لها معلش يا سيادة خلي معاكي عمر لحد ما ذاكر لصولي ومي. وبعدين يا حبيبي بتبقى انت صحيت وعايز تطفح، فبقول لها خلي عمر معاكي لحد ما طفح ابنك. وبعدين ولا قبلين بقى يا علي ببقى خلاص تعبت وهلكت وببقى هموت من التعب، فباخد منها عمر ابوسه واديه لها واقول لها تصبحي على خير يا سيادة انا داخله نام. شفتي بقى انك ظلماها يا ماما، يعني بعد ده كله هتقدر تعمل حاجه مع عمر؟ قول لها يا علي قول لها. ما انا بقول لها اهو. يا ننوس عين امك، يا ريتني يا اخويا خلفت ده كربط، كان زماني دلوقتي شربت شربته افيد. ايه ده؟ ويرضيكي يا ماما تحلبي ابنك. رايحه فين يا ماما؟ رايحه فين؟ همشي طالعه شقتي فوق، ولو حد فيكم فكر مجرد تفكير ان هو يطلع عندي فوق هبلغ فيكم البوليس، وهعمل لكم محضر ازعاج، وهلبسكم قضيه انتوا الاثنين. لا انتوا الاربعه، لا انتوا الخمسه. انا خلاص تهت. نقولي اتجننت ماما، بقت شلق قلبت قوي علي. بس تفتكر هي مش عايزه نطلع نخبط عليها عشان ما نشربش من شوربه الذكر البط؟ ذكر بط ايه؟ ما هو المرق عندك. طيب يا علي معلش، ممكن تاخد عمر في ايه؟ تصبح على خير يا لولو. جود نايت عمرين. الحقيني يا اما. وبعدين يا انوش، ولا قبلين يا جوجو، عملت لعلي الفطار علشان ينزل الشغل، وقلت له يقدم لي على اجازه لحد ما اشوف هتصرف في موضوع عمر ازاي. طب بقول لك ايه، ما تخلي عليش يقعد بيه. ايه عليش؟ عليش ده ايه؟ ده متحرش، انت ناسيه ده كان هيغتصب البنت بيتشي. يا ستي بالراحه شويه، مش كده. انا فكرت ويا ريتني ما فكرت. ليه؟ اول ما جبت لعلي سيره عليش على اللي جراله، رفع لي حواجبه ومناخيره فرشحت ودانه طرطقت وعينه احمرت وبقى شبه السلعوه. بس هو اصلا بقى شبه السلعوة. لا يا جوجو، هو اصلا شبه الكونغر، بس بعد ما جبت له سيرة عليش بقى شبه الكونغر على السلعوة كده. والله العظيم راجل وذكر وبيفهم. انا مش فاهمه ازاي يا انت عايزه تامني على عيالك مع المتحرش ده. في ايه يا هبه؟ ما انا قلت لك قبل كده يا حبيبتي هو مظلوم، الواد غلبان. بس اعمل ايه بقى؟ بس يعني بصراحه كده اخر مره جه وقعد مع العيال علمهم البلطجه ورحنا جبناهم من الاسم. صحيح، انا فاكر الموضوع ده. تخيلي بقى، تخيلي لو عمر الصغنون البريء ده سبته معاه في يوم، ممكن ارجع من الشغل يقول لي ردعيني لغازك. تعرفي بقى علي عنده حق انه يقلب سلعوه.
هو عنده حق، فانا سبته بصراحه ما عملتش اي حاجه، بس انا مش عارفه اتصرف لحد دلوقتي. خلاص انا عندي حل، انت تسيبي لي الوجه الحلو ده انا هربيه لك. يا اختي روحي ربي عيالك الاول. اربي عيالي؟ قصدك ايه يا انشي؟ قصدك ان انا عيالي مش متربيين؟ لا مش قصدي يا هبه، بس بصراحه انت وشعبان محتاجيني تتربوا من اول وجديد. يا جنيه لو احنا مفضوحين قوي كده. ايوه بقول لك ايه يا انشي، عارفه لو انا عندي خبره بتربيه الاطفال كنت قعدت بعمر. انا عارفه يا جوجو، ربنا يخليكي لي. بس انا عندي فكره كويسه قوي، ليه ما تجيبيش بيبي سيتر؟ انت هتلاقي مكاتب متخصصه على النت. ايوه انا عارفه الشركات دي للاسف بتاخد الطقطقين. ازيكم يا بنات؟ ازيك انت حبيبي؟ اهلا يا سموره. ايه اللي تاخد الطقطقين دي؟ شركات البيبي سيتر اللي على النت. معاكي حق، بس ايه رايك بقى انا هجيب لك بيبي سيتر؟ بجد يا سموره؟ بس لازم تبقى واحده يعني اضمنها او معرفه علشان ابقى مطمنه وانا سايبه عمر معاها. ربتي على ضمانتي انا، ومش بيبي سيتر عاديه، دي بترضع كمان. بجد يا سموره؟ اه طبعا. لا مش مصدقه. طيب ممكن على ما تجيب البيبي سيتر اللي ما حصلتش دي اطلب منك طلب صغير كمان؟ حبيبتي عينيا ليكي. ممكن تاخد عمر ترضعه وتغير له وتكرعه؟ لا عيب 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 ان انا اغير له، الا دي ارضعه. اه يا سموره والله ما عارفه اقول لك ايه ولا اشكرك ازاي. اه سعديه عندي هنا اهي في المطبخ. والله يا انجي انا ما عايزش عنك حاجه، انا كنت شايلها الوقت عوزه بس ما لقيتش اعز منك ولا اغلى منك اديها له. بس هي بتطلع اصوات غريبه قوي يا سموره. طب شم ريحه ولا حاجه؟ لا والله هي لحد دلوقتي زي الفل. طب اكلتيها؟ اصل الصوت ده انا عارفه بيطلع منها لما تكون جعانه. جعانه ايه يا سموره؟ انا والولاد ما لقيناش اكل ناكله بعد ما هي اتغدت. يبقى اكيد انت سايباها واقفه بقالها كتير. يعني ايه؟ هي من النوع اللي بيشتغل وهي قاعد ولا ايه؟ ريحيها يا انجي على قد ما تقدري. ان شاء الله تجيبي لها كرسي بحبل كده، اصل النوع ده لما بيتعب هتعمل زي صاحبتها اللي قتلت الدكتور رؤوف صاحب عمري. وهي دي اللي انت كنت شايلها الوقت عوزة؟ هي دي يا سمورة؟ هي دي الهدية صح؟ اه والله يا انجي سعدية دي هدية. طب بص يا سمورة، انا هقول لك ايه، انا ما عنديش اعز من جوجو، انا هبعتها لجوجو. ها متشكرة قوي يا سمورة. ربنا عرفتونا انتوا وعيالكم واللي قاليكي، عرفتونا في ايه؟ مهما نخدمتم ما بيطمرش فيكم، نعمل فيكم ايه؟ شايلين خراجكم وزبالتكم، ايه العرب اللي احنا فيه ده؟ كل بيت يطلع لنا في عفريت. يا الدنيا بص بص كده ايه؟ لا عارف ايه؟ يا مي يا سولي، احنا هنا يا بابي. هنا بتعملوا ايه؟ مستخبيين من ايه؟ تعالى تعالى خد لك ساتر معانا. تعالى ليه؟ هي الحرب هتقوم؟ لا هي قامت خلاص. قامت فين دي؟ وراك وراك يا علي. سلام قول من رب رحيم. ايه ده انت اشتريتي دب يا انجي؟ طب احنا هاكلها منين دي؟ لا وانا عارفه ربي عيالك لما ربي دب يا علي. انت بتقول عليا ايه؟ لا 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 مفيش حاجة. دي طلع بتتكلم كمان الدبة. يعني دي بتقتل كمان، بتقتل. مش عاجبك انت كمان ولا يا ولاد الأدب يا جزم؟ شفتي يا كوكي؟ شفتي المعاناة اللي أنا عايشة فيها؟ لا 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 لا، أنا بجد مش قادرة أتخيل، مش قادرة أتخيل إن في واحدة بالمواصفات دي. لا يمكن. لا في يا كوكي في، واسمها سعدية. طب وانتي عمر سايباه فين دلوقتي؟ عمر سايباه مع علي في البيت. يا خبر ابيض فكرتيني، ده انا نسيت اقدم له على اجازه، كنت حمزه نروح في داهيه. ايه يا انجي معقوله برضو الكلام ده؟ هتفضلوا كده كتير؟ يعني انت تشتغلي يوم وسعالي يقعد بعمر يوم، وبعدين انت تقعدي بعمر يوم وسعالي يشتغل يوم، حيدي بادي كرنب زبادي ما ينفعش. اعمل ايه بس يا كاميليا؟ اعمل ايه؟ ما هو لحد اما اشوف واحده كويسه وبنت ناس كده. تقصدي ايه؟ اقصد نفسي الاقي واحده تكون كده اموره مريحه، وشها شرح، بتضحك على الصبح لحسن قلب ام عمر،
قرب يكره صنف الحريم من تحت راس سعدية دي. ايه يا انجي؟ ايه يا انجي يا حبيبتي؟ انت لحد امتى هتفضلي تتعلمي مني؟ انت اتهبلتي يا انجي؟ يعني علشان سي عمر بتاعك ده ما يكرهش صنف الحريم تضيعي جوزك؟ اضيع جوزي ازاي؟ في ايه يا كوكي؟ ايه دخل علي بالموضوع؟ انجي انت بتستهبلي ولا انت هبله؟ ولا اتهبلتي ولا ايه؟ والله انا ما كنتش هبله، بس من كتر قعدتي معاكي في المكتب غالبا كده قلبت هبله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا كوكو، خلاص يا كوكو. ما سكتش غير لما كان سندوتش الشاورما بتاعي. خلاص يا حبيبي. بص بقى يا علو، انتوا البيبي سيتر اللي هتنقوها دي لازم تنقوها على الفرازه. حاجه كده تكون حمار وحلاوه. حلاوه وحلاوه، ها؟ ما تقوم بقى تعمل لي سندوتشين حلاوه. لا ما عندناش حلاوه، في بيض اسلق لك. يا ابني افهم بقى. افهم ايه يا حسين؟ انت جاي تغني عليا. انا بلغيك في الصح، انا عندي ليك حته دين واحده مزه مزه. حاجه كده هادي على زبادي. طالما مزه مزه بقى يبقى استحاله انجي ترضى انها تخش البيت من اساسه. في الحاله دي انت تعند وتصمم على البيبي سيتر. وطالما صممت بقى انجي هتقول لي طلع الورق العرفي اللي بينك وبينها. الله، طب ومين هيقول لها ان في ورق عرفي اصلا؟ انا عن نفسي مش هفتح بقي. انت كمان عاوزني اتجوزها عرفي يا حسين؟ امال يعني حلوه الصاروخ اللي هيجي يقعد معاك في البيت ده طول النهار؟ مش لازم تكتب حتتين عرفي كده، ها؟ وكمان عاوزني اتجوز واحده في نفس الشقه اللي عايشه فيها مراتي؟ امال هتعمل ايه يعني؟ اتجوزها في شقه تانية. ايوه صح، بص انت حر، اتجوزها في اي حته ان شاء الله في الثلاجه. بس يا كده انت انا بهزر. وبعدين جرى لك يا حسين؟ انت تعرف الستات الشمال دول منين يعني؟ انت مش المفروض ظابط بوليس؟ لا خلي بالك انا شقي وعجبك، ها؟ دي اتعرفت عليها في الاسم، كانت ممسوكه اداب. اداب؟ وعايز ادخلها بيتي؟ انت هتطلع بره بكرامتك ولا طردك وهزقك؟ بص ان بعد الظن اسم، اديك شكيت فيا اهو. دي كانت ممسوكه ظلم، يعني البنت طلعت مؤدبه فعلا. لا كانت ممسوكه ظلم ومؤدباتها، بس برضه اطلع بره. طب تعالى امسك ابنك بقى. لا لا خلاص خليك، وهات الموزه. لا 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 يا كاميليا، لا 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 لا، مش معنى ان انا عايزه اجيب بيبي سيتر شكلها كويس واموره ان علي ممكن يتهفف نافوخه ويفكر يبص لها. يفكر ده مش بعيد يتجوزها عرفي اصلا. لا 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 لا، يتجوز ايه يا شيخه؟ هو قادر على الجواز الشرعي لما يتنقل يتجوز عرفي يعني؟ يا حبيبتي قولي لي اللي بيحصل، طمنيني يا حبيبتي عليكي. في ايه يا كاميليا؟ ما احنا لسه جايبين عيل، انت في ايه؟ انا قصدي انه مش قادر على مصاريف بيت شرعي، هيقدر يتجوز عرفي ويكلف نفسه بيت تاني؟ غلط يا انجي، تفكيرك كله غلط في غلط. ايه يا انجي حرام عليكي، لحد امتى هتفضلي هبله وعبيطه؟ لحد امتى هتفضلي تستفيدي من خبراتي يا انجي؟ انجي الحمد لله بجد ان انا صاحبتك، الحمد لله. الحمد لله. ركزي معايا يا انجي كده بقى. اوكي مركزه. يا انجي ايه اللي هيخليه يروح يجيب بيت تاني لما حضرتك هتجيبي له واحده لحد عنده في البيت؟ هيعيش مع اتنين في واحد، ايه يا انجي؟ وبعدين يا انجي انت ما اتفرجتيش على فيلم الشغالات بطوله صلاح ذو الفقار ونيلي؟ ايوه 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 اتفرجت عليه، بس ايه اللي هيجيب نيلي عندنا البيت؟ ايه يا انجي نيلي؟ ايه اللي هتيجي عندك البيت؟ ركزي معايا يا انجي. طيب حاضر. تخيلي معايا المشهد كده، زوم ان وتخيلي وتوغلي وشوفي معايا المشهد. ايه الاداء ده؟ اكشن. باي باي يا لولو، انا نازله. عايز حاجه؟ ايه عايز حاجه؟ لا يا حبيبتي ما نستغلاش، بس ما تنسيش تاخدي لي اجازه النهارده، اصل ركبي تعبانه ولازم اروح للدكتور ضروري. يا حبيبي يا لولو سلامتك، سلامتك وسلامة ركبك. حاضر هاخد لك اجازه، خلي بالك من نفسك. ها باي باي يا حبيبي. هكلمك اسال عليك. يا ركبي. نمت الاولاد وسي عمر يقولوا بيه تؤمر بحاجه تانية؟ تؤمر بايه؟ اصل ركبي تعباني شويه ومحتاجه دينها. سلامتك يا لولو بيه. ممكن تجيبي لي المرأة وتدينيها لي؟ من عينيا. حاضر حالا. تسلم عينيكي يا اختي. هتجيب المرهم وهندهن المرهم، هتجيب المرهم وانا هدهن المرهم، هتجيب المرهم
الله، ما انت كويسه اهو. لا، اصل السوبرمان اللي جوايا طلع. طب اقعد عشان ادهن لك المره. لا بصي، تعالي كده، تعالي تعالي تعالي، خشي على الترابيز، اصل الترابيز تعباني حبتين. يلا واحده واحده. سلامتك. غني لي. في ايديك اوعى تهب جبال، في ايديك اوعى، وعليك صبر وطولة بال، وعينيك حلوة. يا لهوي. طب تعالى اما اقول لك. ايه سيلولو سيلولو، ادي ركبتي انا اللي وجعتني اهو. طب سيبينا الهنا لي. ايه ده يعني؟ انجي، انت ايه اللي جابك؟ اقدر ايه الاخبار جابني؟ نسيت الموبايل ورجعت اجيبه. انما انتوا يا حلوين بقى بتعملوا ايه؟ كنا بندور لك على الموبايل. يا محسن الصدف، شوف ازاي وانت تقول لي ركبي وجعاني يا انجي، هروح للدكتور صح؟ اسكتي. ايه؟ مش البنت الغلبانه دي وقعت هي كمان وركبتها وجعتها زيي؟ يا حرام، والله صعبتوا عليا انتوا الاثنين، صعبتوا عليا يا علي، ولازم تروحوا للدكتور. انتوا الاثنين هتروحوا للدكتور، بس المرة دي يا حبيبي مش هتروحوا لدكتور ركبة، هتروحوا لدكتور ايه؟ مخ واعصاب. ليه؟ عشان هفتح نفخكم والعب في اعصابكم. ايه ده يا انجي؟ اهدى. حاضر يا علي، انا هاتي خالص، انت بقى تعال على جنب كده عشان هأزأزك براحتي بعدين. ثانية واحدة، هتوحشيني، الله يرحمك. انت بقى يا حلوة تعالي لي. هتعملي ايه؟ تعالي في حضني. هتعملي ايه؟ انا مش هعمل حاجة خالص، انا هطلع الزمارة. ها؟ هتقولي لي زمارة ايه؟ هقول لك زمارة رقبتك، وهقعد ازمر فيها لحد ما تبوظ. بعد ما تبوظ مش هتنفعي لا رق ولا طبلة. هاتي بقى الزمارة، هاتي الزمارة، زمارة، هطلع الزمارة. وانا امشي من غير زمارة يا انجي، ازمر انا بايه دلوقتي؟ ماليش دعوة، سقفي. انا كوكي يا حبيبتي، انا كوكي حرام. ده انا لو هموت مش هخليك تتخيلي معايا تاني خالص. وليه لو هتموت يا حبيبتي؟ ما انا كنت هموتك دلوقتي، كنت موتك وارتحتي. ايه يا انجي، ارحميني، حرام عليك ارحميني. امال انا مين يرحمني يا كوكي؟ مين يرحمني انا؟ اعمل ايه؟ ما انت اللي قعدتي تنبهيني الحاجات انا ما كنتش واخده بالي منها. اي نعم هو موضوع مهم، وانا فعلا كنت ممكن اضيع علي مني، بس انا دلوقتي بين نارين، يعني اعقد عمر ابني من الستات ولا ضيع علي؟ مش عارف مش عارف. انجي الحمد لله ان انا صاحبتك بجد، الحمد لله الحمد لله. انت طلبك عندي. بصي انا بعون الله لما بحط مناخيري في حاجه لازم اجيب اخر. الله يا ابو كمال، الله عليك. طب قولي ايه؟ انا عرفت طلبك خلاص. انت دلوقتي عايزه واحده تكون يعني بيبي سيتر كويسه مع الولاد، وفي نفس الوقت تكون امينه على بيتك، وفي نفس الوقت تكون امينه على جوزك، صح؟ صح يا كوكي، لايميني عليها والنبي النهارده بص رقبتك. سيزي ما تنفعكيش غير سيزي. اسمها بيدي ايحاء انها ارستقراطيه. ارستقراطيه، انا عايزه من ده يا حسنبل. انجي طير انت. قال لك يا بنتي ده كنعمة قوي. حاضر حاضر، ما انا بدي هنا ويا الست سوزي. أنيسه من سرح. حاضر. ايه الدوشة دي؟ دوشة ايه؟ هما العيال فين يا انجي؟ العيال عند مامتك فوق من بدري. في ايه يا علي؟ ايه الدوشة دي؟
معقولة الست سوزي جاية علشان ترتاح عندنا؟ أنا آسفة الآنسة سوزي، مش عايزين نقلقها. إحنا آسفين يا آنسة. أمه هات لي دواء الضغط بدل ما أنت عامل زي خيال المات كده. خيال المات؟ طب أنا عايز أعرف يعني هو ضغط حضرتك من النوع العالي ولا من النوع الواطي؟ أصل أنا جالي العالي. وأنا عن الواطي. الواطي فعلا. معلش يا علي. كفايه رجلي بقى، واعملي مساج في ظهري. مساج؟ مش عايزاني اقف عصلك كمان شويه في السمانه؟ بعصيها بعد المساج. لا ازاي بقى؟ معقوله بعد المساج لازم تاخدي شاور سخن علشان تبقي ريلاكس؟ ما انت شاطره اهو. شاطره قوي قوي. طيب ايه رايك؟ بصي يا حبيبتي، دول 500 جنيه، ايه رايك تاخديهم وتروحي على اقرب مركز علاج وانا هبقى اجي ازورك. وانا من ساعه ما جيت هنا انا مش رايحه. مش مستريحة؟ لا. من ساعة ما جيتي هنا؟ أنا آسفة، حقك عليا والله، حقك عليا. قولي بقى كده. يعني اعتدال دي هتعدل الحال؟ اعتدال هتعدل الحال، طبعًا يا أبو العيال. أنا في القافية دي يا كوكو. حلوة قوي، بس خلي بالك بقى يا سامح من اللي إنجي ممكن تقابله معاك. لو اعتدال ما عدلتش الحال. لا انجي، انجي بتاعتنا هتعمل ايه انجي يعني؟ انا؟ هسكعك على كفاك وبخلي الكافيه تنفعك يا سامح. اي نعم، اسالني انا. بقول لك ايه، اعتدال دي قلت لي تقرب لك ايه؟ هقول لك يا ستي، تبقى بنتي عمة خال ام اللي جابني، وجارة اخو بنت عمة خال ام اللي جابها. ايه رايك؟ اي سويد، دي سلة قرابه ولا انتوا بتشتموا بعض؟ لا يا كوكي، هو قصده يقول لك انها بنت عمة خال ابو اللي جابه. يا انجي انت بتشتميني ولا بتشرحي لها القرابه؟ لا يا سامح، بتشتمك ايه؟ ده هي قصدها تفهمني ان هي فهمت ان انت قلت لها ان هي بنت عمة خال ابو اللي جابك. في ايه يا كاميليا؟ انت بتشتميه ولا بتشرحي له اللي انا فهمتهولك؟ لا يا انجي، هي قصدها تقول لك ان انت فهمتي ان انا قلت لك انها بنت عمة خال ام اللي جابني. ايوه، ما هو ده اللي انا فهمته فعلا، انها بنت عمة ابو ام اللي جابك. ايه ده ايه ده؟ ايه انجي ده؟ انتوا بتشتميني ولا ايه تاني؟ ايه؟ ايوه بقى، بشتمك يا سامح، بشتمك وبشتم اللي جابك وبنت عم خال ابو ام اللي جابك وام ابو اللي جابك. ها؟ عاجبك ولا عايز حاجه تانيه؟ لا يا انجي، انا كنت بتاكد بس ان انت ما غلطتيش في ماما. اعتدال، اعتدال محمد عبد الحميد خلف خلف الله عبد الشكور متولي العدل. اعتدال والعدل؟ والله ده فالخير. حضرتك معاكي اي مؤهلات؟ يا فندم انا دكتوراه في التنميه البشريه وبعمل ماجستير في دراسات الجدوى واعداد المشروعات الصغيره. دكتوراه والمشروعات الصغيره؟ ده فال تاني احلى من اللي قبله، ما شاء الله. بس انتي يعني صغيره، سنك صغير على دكتوراه، خلصتيها امتى؟ لا ده كان حضرتك من سنتين، انا دلوقتي بعمل دكتوراه في القانون. دكتوراه برضو؟ غير الأولانية؟ أيوة يا فندم، بتاعت المشروعات. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد. يعني أنا بشتغل صحفية كبيرة وبكتب مقالات، بس الحقيقة معايا يا دوبك بكالوريوس إعلام. حضرتك عارفة إن الناس اللي زي أصحاب الماجستيرات والدكتوراهات للأسف مش لاقيين شغل. برافو عليكي إنك عارفة معلومة زي دي. طيب ليه تعب نفسك في الدكتوراهات الكتيرة دي؟ يا فندم انا قلت ضل دكتوراه ولا ضل حيطه، واديني ابقى جاهزه عشان وقت ما يجي الشغل اكون جاهزه. بيقابليني، قصدي لا ان شاء الله، طبعا ان شاء الله يبقى في شغل كل الدكتوراهات دي. انا كمان بعمل ماجستير، هو اي نعم بقى لي 10 سنين بعمله، بس ان شاء الله ان شاء الله هيخلص. خلينا في المهم، انت عندك درايه بتربيه الاطفال؟ درايه؟ يا فندم انا ماجستير في التربيه. شوفي يا استاذه انجي، أنا مش عايزة حضرتك تقلقي خالص، الجدول الزمني المحدد اللي حضرتك عاملاه لي البيبي أنا همشي عليه بالمظبوط، إلا لو كان محتاج تعديل. حضرتك بتكلميني أنا؟ أيوه. جدول زمني ما... لا حضرتك فاهمة غلط، هو أنا حضرتك جاية عشان عمر ده بيبي، يعني لسه ما راحش مدرسة ولا جدول ولا حصص ولا أي حاجة خالص. أفهم من كده يا أستاذة إنجي إن عمر البيبي ماشي على حل شعره؟ يا نهار أبيض، ده ماشي على حل شعره وحل وسطه. بصي إحنا بيت منحل الحقيقة، يعني عايز ياكل بنأكله، بيعيط نغير له، عايز ينام ينام، عايز يقوم يقوم، عايز يلعب يلعب، عايز يعمل بيبي يعمل، بصي براحته خالص، إحنا بيت متسيب.
واضح يا استاذه انجي ان ده اول تجربه مع الاطفال بالنسبه لك، مش كده؟ لا خالص، ده انا عندي بلوتين، قصدي تجربتين قبل كده، مي وسولي، ربنا يحفظهم يا رب. اه، ويا ترى بقى عايشين مع حضرتك ولا عايشين في الاحداث؟ لا هما كانوا هيروحوا الاحداث، بس ربنا ستر بقى، لحقناهم على اخر لحظه. طيب شوف يا استاذه انجي، احنا عايزين نتفق على حاجه. انا هعمل جدول زمني محدد للبيبي، هيكون فيه عدد ساعات نومه، فعدد ساعات نوم البيبي ده هيبقى بالنسبه لي وقت فراغ. هحاول ان انا اعتني بباقي افراد الاسره، هشوف البيت محتاج ايه، وهاخد بالي من الاطفال الباقيين، وهشوف اذا كنت ممكن اساعد حضرتك في اعداد بعض الطعام الخفيف. لا لا حضرتك، سيبيلي انا اعداد الطعام الخفيف ده وهيخليكي في اعداد الطعام التقيل. طيب شوفي يا استاذه انجي، انا برضو لو تسمحي لي يعني اساعد حضرتك في الماجستير اللي بقاله 10 سنين متاخر ده. الماجستير بتاعي؟ حضرتك هتساعديني؟ تعالي خشي في حضن اختك. بجد مش عارفه اقول لك ايه يا استاذه اعتدال العدل، يا ربنا يعدل لك حالك يا رب. بصي انت اللي زيك انقرضوا، بجد ربنا يعدل لك الحال يا رب، بارك لك. ميرسي يا استاذه انجي، بس واضح ان الطفل بتاع حضرتك هادي جدا ما شاء الله. عمر هادي؟ اه لا هو بس دي الطلعه الاولانيه بيخم، خلي بالك هتشوفي ايام سودة. يا فندم انا دكتوراه. والماجستير ما ينفعش، احتمال الدكتوراه تنفع. مارينو هياكل؟ يا رب تكون اعتدال. سامح؟ هيا سامح. ايه يا انجي؟ اه عرفت اي اخبار عن اعتدال؟ ما انا عمال اتصل بيك وموبايلك مقفول. يا ابني موبايلات كويسه اهي وزي الفل. اصل بصراحه ما كانش معايا رصيد. بقول لك ايه يا سامح؟ مش ناقصاك دلوقتي، مش ناقصه غبائك. ها في اي اخبار عن اعتدال؟ هقول لك يا ستي، اصل اخو اعتدال عور واد في وشه وجابها له موزه. عم عيلة الواد بقى اللي اتعور قالوا لو حد جه من طرفه او شفنا حد من طرفه هنعدمه العافيه، فعشان كده بقى اعتدال مش عارفه تنزل من البيت لغايه بقى ما جه البوليس بقى وقبض على الواد اللي عور الواد في وشه وجابها له موزه. بوليس؟ يبقى كده مفيش غير حسين هو اللي ممكن يساعدني. ماشي ماشي، غور يا سامح، قصدي سلام، سلام يا سامح، شكرا. هنلاقي اعتدال؟ هنلاقي اعتدال؟ ولا هنلاقي اعتدال؟ ميدي؟ قلب امك انت. معلش يا حسين، عشان خاطري حاول تساعدني عشان نفرج عنه. ما اقدرش، انا استحال اخرق القانون، انا اخرق الاذان وما اخرقش القانون ابدا. طيب يا حسين بالراحه، هدي نفسك، احنا عايزين نفكر مع بعض بصوت عالي يعني. فلنفرض ان انت ماشي في الشارع بعربيتك واخدت مخالفه فامي مثلا، هتدفعها؟ لا طبعا. اشمعنى دي؟ لا طبعا، لان عربيتي مش متفيمه اساسا. وجهه نظر برضه، وجهه نظر، احرجتني. طيب ايه الحل؟ ايه الحل يا حسين علشان اخو اعتدال يخرج؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان اعتدال تتعادل وتقنع اخوها انه يعمل محضر تصالح مع اهل الواد المصاب. ايوه والله انا بعمل كل ده عشان هي العدله الوحيده اللي جات لي. حاضر حاضر، حاول حاول اقنعه يشيل الفاميه، قصدي هكلم اهل المصاب. تمام يا فندم. لا لا استهانم، انا ابني اتعور ولازم يجيبوا لنا فديه، احسن اعوره واخته اللي اسمها اعتدال. لا لا حضرتك مفيش داعي لاخته اعتدال. خلاص يجيبوا لنا خروف بدل الجرح اللي اتعوره ابني. مش عارفه اقول لحضرتك ايه، يعني ابنك وشه اتشلفط خالص. لا انا ابني لما اتخانق مع اخو اعتدال ما اتعورش الا خربوش صغير في دراعه. امال ايه الشاش اللي في راسه والخرايط اللي في وشه مولود بيها؟ لا دي امه لما عرفت ان اخو اعتدال علم عليه في المنطقه كملت عليه. امه؟ امه اللي عملت فيه كده؟ اه. ازاي؟ انت مالكيش دعوه بامه. حاضر حاضر،
بس يعني انت مش فاهم الموضوع يا حاج. كان خربوش صغير عميز بكم يغطيه، انما امه فضحته في الشارع كده. وبعدين اذا كانت خربوش صغير طلبت فيه خروف فدية، امال امه جابت له ايه؟ 100 ناقة من البعير الحمر؟ جابتلوش حاجة. طيب طالما ما جابتلوش حاجة بقى يعني اعتبرني في مقام امه وتسهل معايا شوية في موضوع، يعني مثلا نخليهم ارنبين، نخليهم مثلا فراخ، حمامتين، يعني اللي انت عايزه. والله ابدا استهانة، انا استحالة خليكي تكوني زي ام الشلحف ده. الشلحف؟ يعني حضرتك تبقى ابو الشلحف. مظبوط. افهم من كده ان احنا خلاص هنتصالح وحضرتك تستغنى عن موضوع الخروف ده؟ استغنى عن الخروف؟ انا استغنى عن ابن وما استغناش عن الخروف. الشلحف؟ طب بلاش عشان خاطري انا، عشان خاطر الشلحف. عشان خاطر الشلحف بقى خروفين مش خروف، سنتاحة بقى. سنتاحة وشلحف؟ طيب الخروف الاولاني علشان الخربوش اللي عمله اخو اعتدال، والخروف التاني بقى انا هاخد بيه حقي. اهلا وسهلا يا استاذه انجي، منوراني. اهلا بيكي يا اعتدال، تعالي حبيبتي اقعدي. خلاص يا اعتدال اطمني خالص، انا اديتهم كل اللي هم عايزينه، وهم دلوقتي طالعين على القسم علشان يمدوا محضر التنازل. انا متشكره لحضرتك قوي يا استاذه انجي، انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. تشكريني على ايه بس يا حبيبتي، ده انتي اكتر من اختي دلوقتي يا اعتدال. يلا انا هسيبك النهارده ترتاحي خالص خالص، وهستناكي تيجي بكره عشان سي عمر اكيد وحشك وانتي كمان وحشتي. ايه يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، في ايه في ايه اعتدال بتلهوتي ليه؟ لا حضرتك، ما انا مش هينفع اجي. ايه بس يا اعتدال، مش هتيجي بكره كمان؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تاني تاني في ايه يا اعتدال؟ لا حضرتك مش هينفع اجي خالص. يا اعتدال ما انا قلت لك ما تقلقيش خالص، ما حدش هيقدر يتعرض لك من النهارده. لا ما هو الحقيقه يا استاذه انجي، انا متقدم لي عريس وهو رافض خالص موضوع ان انا اشتغل بيبي سيتر ده، وشكله كده بيحبني الموجوز. يا مامي شكلها هبله. لا بقى لا بقى يا اعتدال، الجوازه دي لازم تبوظ. نعم جوازتي اللي تبوظ يا استاذه انجي، ده انا كسر عليكي بريبريز النضاره دي. لا ده انا جايبه لينسز ب 40 جنيه، ده انا بهدلك. يا مامي انت مش هبله بس، انت طلعتي كمان مجنونه. اعتدال حرام عليكي، الجوازه تبوظ بدل ما كل حياتي هي اللي تبوظ. بصي يا استاذه انجي، ايه دي كده واسمعيني، الجدول اللي انا عامله لكم هتمشوا عليه بالمظبوط، هيبقى عندك مشكله واحده بس في سي عمر. لا سي عمر مش قد كده، سي عمر قد كده. ما هو سي عمر اللي قد كده هو اساس المشكله اصلا يا اعتدال. بصي يا استاذه انجي، انا برضو ليا راي في الموضوع ده، انت من دلوقتي تستثمري فيه، تجيبي توك توك صغير كده وتشغليه عليه. ليه بقى؟ لان هو سنتين ثلاثه بالكتير وتلاقيه بيشكل في فرح بلدي في كعبيش. يتشنكل ازاي؟ مش فاهمه. لا يا استاذه انجي، يشكل يعمل كده يعني. يشكل ايش تقولي؟ طيب يا حبيبتي، وانت الحاله دي كانت بتجيلك كتير وانت مع العيال في البيت؟ لا يا استاذه انجي ما تلاقيش، انا كنت مسيطره. لا طالما كنت مسيطره تمام. اوكي اعتدال، ماشي الحمد لله انا طلعت بالعيال سليمه الحمد لله. سلام يا اعتدال. عشان استاذ انجي. سلام، ربنا يهديك. سلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا مغاوري. يعني انسه اعتدال ما جاش بقاله يومين، خير يعني؟ لا ما هي خلاص مش هتيجي تاني. الله، طب وهتعملي ايه في اسم النبي حاسه سي قمر الصغنى؟ والله ما انا عارفه يا ام السعد، انا محتاسه. طب اقول لك ايه رايك اخده معايا في الحضانه اللي انا توظفت فيها. ايه ده يا ام السعد، انت توظفتي في حضانه؟ امال ايه، وظيفه زي الفل. طيب والحضانه دي فيها السن الصغير قوي ده، فيها بيبي كلاس؟ دي مليانه بيبي كلاس. كويس. وهي بالمره تاخده في ايدها وهي رايحه وتخلي بالها منه طول اليوم وترجع بيه. بس معلش يعني، ان كنت اخواتي اتحاسبوا التليفري حساب تاني خالص. التليفري واخوات؟ طيب وتطلع بكام بقى الحضانه دي في الشهر؟ كلام فاضي والله يا ست انجي، 5000 جنيه بس. 5000 عفريت لما ينططوك، ايه 5000 جنيه دول؟ يعني ايه، هو هيتخرج دكتور؟ خلاص يا ستي بلاش، وفري فلوسك واقعدي جنب منه. امال 5000 دول عدوا فلوس؟ خلاص سمعت كلام الناس كلها، ما جاتش عليكم يعني،
وهو يوضع سره في ام سعد. كملي المثل يا ست انجي. وفي مغاوري جوزها طبعا. ايوه كده سامع يا متخلف. اذا كنت هدفع لك 5000 دلوقتي يا عمر، هدفع لك ايه لما تروح الجامعه؟